نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن التحرش الدارج والبسيط والسهل واللي نشوفه كل شوية وكل يومية بحياتنا، وهو يعني الإيحاءات اللي تكون بالوجه، مثلا الغمزة، الإشارة، هذه الأمور بها عقوبة؟ هذه أكيد. أحد أنواع التحرش؟ اللي ما يعرفوا المشاهدين أنه الغمزة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي وفق المادة 402 بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. يعني اللي يغمز لبنية ينحبس 3 أشهر. نعم. فهاي جريمة يعاقب عليها القانون لأنه تعتبر من ضمن التحرش بالإشارة. نعم. يعني من مندرج باب التحرش بالإشارة. نعم. طيب بالنسبة لباقي أنواع العقوبات، يعني نعم. إحنا ذكرنا أقلها أو أخفها، طيب والباقية؟ التحرش اللفظي والجسدي نفس الحركة. العقوبة نفس العقوبة، وتتشدد العقوبة في حال مثلا رجل إجا تحرش ببنية، صارت عليه دعوة وكذا وكذا وانحبس لمدة 3 أشهر. زين، طلع من الحبس، رجع كرر الحالة وتحرش مرة أخرى. نعم. هنا قد راح تكون العقوبة؟ راح تزيد وتضاعف إلى 6 أشهر. طبعا أكيد إحنا نلاحظ أنه العقوبة هي ما مناسبة للجريمة. صحيح. لو تتشدد العقوبة تخف هاي الجرائم، بس ما دام العقوبة قليلة جدا لذلك نشوف هاي الجرائم منتشرة بمجتمعنا مع الأسف.